نجح نادي بروسيا دورتموند الألماني في إقناع مهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ من تجديد عقده مع الفريق حتى شهر يونيو حزيران من العام 2021. وكان عقد النجم الغابوني السابق يمتد حتى شهر يونيو حزيران من العام 2020، وبالتالي نجحت إدارة النادي في التمديد سنة أخرى للاعب، وترافق تمديد العقد مع رفع راتب اللاعب حسب مجلة كيكر الألمانية. وكانت العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة ترغب في التعاقد مع اللاعب، ومنها أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وعدد من الأندية الإنجليزية، لكن دورتموند فضل الاحتفاظ بنجمه الغابوني. يذكر أن أوباميانغ توج هدافا للدوري الألماني الموسم الماضي متقدما على هداف نادي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، ويحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا بفارق هدفين عن ليفاندوفسكي متصدر لائحة الهدافين.